طيب احنا عندنا القشره دي لازم نشخصها. احنا ممكن يبقى القشره نتيجه ان فروه الراس جافه، فروه الراس جافه فبتبقى بتطلع زي قشره بسيطه صغنونه كده. لما اعمل ايدي على شعري، اهز ايدي على شعري جامد، تبدا القشره الصغنونه دي تبدا تنزل، غير كده مش هتنزل. لما بيكون فروه الراس جافه. في بعض الناس عندها قشره نتيجه ان فروه راسهم دهنيه، فروه راسهم دهنيه فبتنتج دهون كتير، ماده كده اسمها سيبم كتير، الماده دي تنشف على فروه الراس وتعمل لي القشره بتبقى زي كتل او حجمها بيبقى اكبر شويه. وممكن تبقى القشره موجوده في فروه الراس، تبقى موجوده في الحواجب عند الرجاله، موجوده في الدقن عند الرجاله اللي عندهم شعر في صدرهم، تبقى موجوده في الصدر ساعات، ممكن تبقى موجوده حوالين الانف واي مكان تاني في الجسم، ودي بيسموها الاكزيما الدهنيه. يعني دي بتبقى اساسا حاجه مرض، ده مرض دهني. الاكزيما يعني الدهنيه دي افراز دهون كتير، الدهون تنشف تعمل قشره. في الحاله دي بنديهم حاجات موضعيه بتقلل افراز الغدد الدهنيه بشكل موضعي على فروه الراس، وشامبو مناسب لفروه الراس الدهنيه دي، وبنستنى نشوف النتيجه. استجابهم بالحاجات الموضعيه كان بها، ما استجابوش بنبدا نديهم ادويه عن طريق الفم بتقلل افراز الغدد الدهنيه، قريب جدا جدا من علاج حب الشباب. تمام. ده بيقل الافراز الغدد دي وبتبقى الدنيا احسن بكتير. وزي ما قلت حضرتك بالظبط، هي بتزيد اكتر في فصل الشتاء عشان الافرازات الدهنيه بتزيد شويه في فصل الشتاء. طول ما احنا في الصيف الدهون دي سايحه فمش حاسين بيها قوي، مش حاسين بيها. في الشتاء بتتجمد فبتعمل لي القشره اللي ظاهره دي. طب القشور دي ساعات يا دكتور بتعمل تساقط للشعر، يعني حقيقي. بالنسبه للرجال تيجي يقول لك انا حتى لما بهرش واهرش في القشره دي او في القشور اللي حضرتك بتقول سميكه شويه، ايوه، يلاقي مجموعه شعر نازل معاها. حقيقي. وهكذا للسيدات. طيب احنا الاكزيما الدهنيه تعتبر التهاب في فروه الراس. اي التهاب في فروه الراس بيأثر على نمو الشعر وبسبب لي فعلا تساقط، واحد اسباب تساقط الشعر القشره دي. لذلك احنا مش بنعالجها كشكل يعني جمالي، بنعالجها كمرض علشان ما تاثرليش على حاجات جوه الجسم زي تساقط الشعر. يعني احنا بنعالجها عشان كمان بتسبب مشاكل اكبر اللي هي تساقط الشعر. تساقط الشعر بالظبط. طب حاجه ثانيه يا دكتور بقى، انت عارف السوشيال ميديا ما خلتش ايوه الدكتور يتكلم والغير الدكتور يتكلم، حتى دلوقتي بتوع التغذيه او حاجات زي كده بيدوا ساعات وصفات للشعر وللبشره وللجلد، وستات البيوت كمان بيطلعوا على السوشيال ميديا بيتكلموا. طب في ناس تيجي تنصحك تقول لك اعمل خل التفاح، يعني زود خل التفاح بميه وحطه على فروه الشعر وانت بتغسل شعرك في اخر غسله. هو الكلام ده كان ينفع مثلا في القرن ال 13 او ال 14 ايام ما كانش فيه شامبوهات وما كانش فيه ادويه معموله بنسب خاصه وبشكل مناسب لفروه الراس بتاعه، بتختلف من شخص لشخص. معظم الشامبوهات ومعظم الادويه معموله من حاجات طبيعيه، كلها معموله من حاجات طبيعيه، بس معموله بتكنولوجيا يقدر الجسم يستفيد بيها. الجزيئات الطبيعيه اللي هي الكبيره دي زي خل التفاح وغيره وغيره، دي ما بتعديش الحاجز الجلدي، لان ربنا خلقنا على الحاجز الجلدي، حاجه اسمها حاجز جلدي، طبقات كتيره بالظبط، عشان يمنع ان اي حاجه عشوائيه تدخل جوه الجسم. فانا لازم الدكتور يشوف طبيعه فروه راسي. انا في بعض الناس بتجيلي بيبقى عندهم فروه راسهم دهنيه وشعرهم جاف، فانا لازم لما استعمل شامبو لازم استعمل شامبو يعالج لي فروه راسي الدهنيه وما ينشفش الشعر. زي كل الحاجات دي بستعملها بتنشف الشعر جدا 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 وبتشيل الطبقه اللي هي مسؤوله انها تحمي الشعرايه. فاحنا نبعد عن الحاجات، الوصفات دي ملهاش اي قيمه، وعايز اقول لك انها اغلى من الحاجات اللي هي الشامبوهات اللي هتستخدم اللي او الحاجات العلاجات. معظم الشامبوهات بتشيل القشره، بترطب الشعر، بتساعد على انبات الشعر. طب انا ايه اللي يخليني احط حاجه تحرق لي شعري او تعمل لي التهابات او تنشف لي شعري بزياده؟ طب دكتور محمود كويس ان حضرتك اثرت النقطه دي، دكتور ماهر اثرت النقطه دي، عشان دي نقطه مهمه جدا، علشان فعلا في ناس بتدعي تقول ان الشامبوهات دي بتنشف الشعر، لكن حضرتك بتقول لا، دلوقتي الشامبوهات دي بتعالج وبتعمل ترطيب للشعر بالزبط. وده الاهم بالظبط. معظم الشركات بتتنافس في انها تعمل منتج الناس تستفيد بيه وتكرره لوحدها بعد كده،
فهو اكيد هيكون حريص ان هو ايه يختار حاجه عشان يفضل مستمر عليها طبعا. بالظبط. ومعظم الشامبوهات الموجوده خاليه من الصلفيت، الصلفيت اللي كانت الناس بتقلق منه زمان، فده معظم الموجود في السوق عمياني كده من غير ما اقول معظمه خالي من الصلفيت. طب عايز ارجع لنقطه برضو في اقاويل عليها يا دكتور ماهر، وعايز افهم التفاصيل في الحته دي. في ناس تيجي تقول انا ما كنتش بسبخ شعري ولما صبغت شعري ابتدى ظهور القشره، يا ترى ايه علاقة القشرة بالصبغة؟ يا ترى ليها علاقة وهي ليها تأثير فعلا على فروة الراس، وبالذات الناس بقى اللي بتعمل هي الصبغة لنفسها، يعني ما بتلجأش لحد متخصص انه يعمل لها الصبغة. طيب، هو الصبغة ممكن تكون عملت عندها التهاب في فروة الراس. الصبغة في الاخر هي جسم غريب اتحط على الشعر ووصل فروة الراس، فممكن يعمل التهاب فيزود نشاط الغدد الدهنية فتنتج شوية دهون، فالدهون دي تنشف وتعمل لي الايه وتعمل لي القشره. بس عايز اقول برضو ان احنا معرضين من وقت للتاني ان طبيعه شعرنا وطبيعه فروه راسنا تتغير من وقت للتاني. ممكن يبقى في وقت الفروه دي مش دهنيه وما بتعملش قشره، وبعد شويه تعمل ايه تتحول لدهنيه وتعمل قشره، بس حصل تزامن معاها انها لما صبغت الموضوع ايه ظهر عندها فمش لازم تبقى حاجه مرضيه. يعني قصدي اكد على معلومه ان الجلد والشعر طبيعتهم بتتغير من وقت للتاني. يا ترى ليها علاقة بالحالة النفسية يا دكتور سعاد؟ لها علاقة بالحالة النفسية، لها علاقة بالجو اللي احنا بنعيش فيه. يعني انا مثلا عايش في بلد النهاردة مثلا وليكن جواء معتدل زي مصر، رحت مكان تاني جو جاف مثلا زي الرياض او زي دبي او زي الاماكن دي، فطبعا الجسم طبيعته بتتغير من مكان لاخر. فهو ده اللي بيخلي الاختلاف او بيخلي الاختلاف الدنيا بالظبط تختلف. طب ارجع تاني يا دكتور لفصل الشتاء. تمام. وبالذات كده في فصل الشتاء ساعات السيدات تيجي تقول ايه، لا انا ما بتعرضش لشمس قويه، انا مش عارف، فابتدي اهتم واعمل زيوت وحمامات وكريمات فصل الشتاء علشان كمان بيبقى فيه جفاف في الشعر. ده حقيقي. طبيعة الجفاف دي زي ما حضرتك بتقول بيحصل تغيرات حسب الفصول وحسب درجات الحرارة وحسب تغيرات الجو والكلام ده كله، بس ليه الأغلبية بيعانوا من جفاف الشعر في الشتاء؟ طيب، هو أصلا فصل الشتاء هو فصل الجفاف، بنعاني من جفاف الشعر وبنعاني كمان من جفاف الجلد المسؤول عن ترطيب الشعر، حاجة اسمها الغدد الدهنية اللي هي بتنتج قليل في فصل الايه في فصل الشتاء. فاحنا عايزين نعوض من بره، انا لازم كل ما شعري تلمسه ميه لازم احط عليه بلسم، لازم بلسم. دايما بقول الشامبو نستعمله مرتين في الاسبوع، والبلسم ان شاء الله استعمله كل يوم، ما عنديش فيه مشكله خالص. البلسم ده بيعمل زي كود كده حوالين الشعرايه، بحطه على شعري وبسيبه، ودايما بتحط على اطراف الشعر. الحاجه الوحيده اللي بتحط على فروه الراس هي الشامبو، او الحاجه العلاجيه للشعر، لو حاطط حاجه تزود انبات الشعر ده احطها على فروه. انما البلسم ده بتحط على اطراف الشعر، ده ممكن يتحط بشكل يومي ما فيش منه اي مشاكل خالص. اعمل ماسك لشعري مره كل اسبوع. الماسك ده دوره ان هو يعمل زي تغليف او زي ترطيب عميق للشعرايه. بعد ما اغسل شعري احط الماسك، وممكن احط عليه مثلا فوطه سخنه او مشابه واسيبه ربع ساعه، وبعد كده بشطفه بميه، بس ما تكونش ميه سخنه، ميه فتره فده تسيب الشعرايه كده مترطبه. ودايما اعود نفسي ان انا اسرح شعري بشكل يومي بسيرم او بكريم مناسب لطبيعه شعري، كده مش هيكون في اي جفاف نهائي.